لا يختلف هؤلاء الأطفال عن أقرانهم في كل بقاع العالم، فكلما أتيحت لهم فرصة اللعب اغتنموها إلى أقصى حد ممكن. لكن ليس كل هؤلاء الأطفال سعداء بما هم فيه. فاطمة ذات 10 أعوام جاءت مع أمها طلبا للمساعدة، فهي واحدة من بين 30,000 لاجئ من أكراد سوريا في مخيم قشطبة بكردستان العراق. هنا يتلقون مساعدات عينية يقدمها لهم الهلال الأحمر الإماراتي. ومن بين اللاجئين من يعملون في الخياطة لكسب قوت يومهم بعرق جبينهم، فالدعم الإنساني لا يكفي لصون كرامة الفرد. وهذا ما حمل كافة القادمة من منطقة الحسكة شمال شرق سوريا على العمل في دورة مياه المخيم، إلا أن الدخل قليل والأسرة متعددة الأفراد. أنا عم اشتغل عند الحمامات، عم اشتغل لبيت حماي ولا ابني، بس ما بيتدبر معنا. يعني عمي لحاله وجوزي عامل عملية ببطنه، وجوزي عمي معه ديسك بظهره ومناقير برقبته. مآسي هذه الأسرة لا تقف عند هذا الحد. هذه حماته كافة أصيبت بشلل نصفي، والحنين إلى الوطن السوري الجريح لا يفارق الأسرة للحظة واحدة. أوضاع سكان هذا المخيم من اللاجئين السوريين الأكراد تظل ممتازة مقارنة بسكان مخيمات سورية أخرى هنا على الأراضي العراقية. لكن مهما كانت الألفة بين أكراد سوريا وإخوانهم في كردستان العراق، فإن البعد عن الوطن يظل أزمة وبؤسا مهما كانت ظروف الإقامة. عبد الرحيم الفارسي، سكنوز عربية، من مخيم قشطبة، كردستان العراق.